وسلم. حضرتني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وآله وصحبه وسلم. عطر الله مكبره الكريم بعرف الشبيه من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم ويبارك عليه. صلى الله عليه. وبعد فأقول هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد همدت غصاله سنيا صلى الله عليه. ابن هاشم واسمه عمرو ابن عبد المناف واسمه المعيرة الذي ينتمى لارتقاءه لأولياء. اللهم صل وسلم عليه. ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قبعة القصية صلى الله عليه. الحرم المقترف فأمائما اللهم صل وسلم. ابن كلاب واسمه وكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن علب ابن فير واسمه قريش وإليه تنساب البطون قرشيا صلى الله عليه. وما فوقناني كما جنح إليه الكثير وارتضى اللهم صل وسلم عليه. ابن مالك ابن نضر ابن كلالة ابن هزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من عاد البدن إلى الرهاب الهرمية صلى الله عليه. وسمع في صلبه نبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى اللهم صل وسلم عليه. ابن مضار ابن نذار ابن معاد ابن عدنان وغذاس الكل ضامت فرائده بنى سنة ثانية صلى الله عليه. ورفعه الى الخليل أمسك عنه الشارع وأبى اللهم صل وسلم عليه. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم نسبيا صلى الله عليه. إلى النبي إسماعيل نسبته ومنتماه ومنتهى اللهم صل وسلم عليه. صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى اللهم صل وسلم عليه. نسب تغصب لهم بولاه كلدتها نجوم الجوزاء صلى الله عليه. حبذا قدس الدد وفخار أنت فيه اليتيمة الأسماء اللهم صل وسلم عليه. وأكرم به من النسب انطهر الله تعالى من صفاء الجاهلية صلى الله عليه. أورثنا زين العراقي وارده في مورد الحني ورواه الله
وسلم عليه. أكل الإله كرمة لمحمد صلى الله عليه وسلم أباه الأمجاد سون لإسمه ترك الصفا فلم يصيب ما روح من أدم وإلى أبيه وأمه سرت سر النور النبوة في أسارير غررهم البهية صلى الله عليه وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عبد الله مكبر القريب بعرف شميم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه نور محمد نور محمد نور محمد هو الشيخ وانا ايد وشيخ الدامو